وعجل فرج محمد وآل محمد، وعجل فرجنا بهم يا أرحم الراحمين. إلى من سيستمع إلى هذا الحفل بعد لقائنا الآن، أقول إن أهم الكلمات التي يمكن أن أوصي بسماعها هي الكلمات التي صدرت من آبائي وأسر الشهداء، وقد فاقتنا جميعا نحن الرجال الكلمة التي ألقتها والدة الشهيد يوسف الموالي لتعبر بصدق وببساطة وبوضوح عن حالة الثبات، الصمود، وضوح الرؤية بالنسبة إلى أسر الشهداء وبالنسبة إلى أبناء هذا الشعب جميعا، وأن كل هذه الإجراءات من القتل والاعتقال والتنكيل لا تزيد هذا الشعب إلا إصرارا على بلوغ أهدافه. نقول لمن يفكر ليلا نهارا في مزيد من إجراءات القمع إلى هذا الشعب، هذه إجراءات بلا طائل وبلا نتيجة، وأنت ترسخ أقدام الثائرين على هذا الدرب وتقطع أي إمكانية إلى رجوعهم إلى ما قبل 14 من فبراير. كد كيدك واسعى سعيك، سيزول هذا الظلم بهذه الثورة بإذن الله، سيزول هذا البطش والظلم والتنكيل والاستئثار بهذه الثورة وبهذا الجيل الثائر بإذن الله. زادنا شرفا أن نقف مع آبائي وأمهاتي وأسر الشهداء الكرام في هذه الليلة، فأنتم أيها الأحبة تاج فخر الثورة بصدق ما مضى عليه أبناؤكم وبصدقكم واستمراركم على نهجهم، مطالبين بالحق في حق هذا الشعب في حكم نفسه بنفسه، بعيدا عن الوصايا البدوية أو الوصايات التي لا تتناسب مع الدولة الحديثة من استئثار أحد بما هو حق للشعب. الشعب هو صاحب السلطات، هو مصدر السلطات، فالشعب هو صاحب السلطة التشريعية، يفوضها لمن يريد عبر انتخابات حرة نزيهة واضحة تساوي بين الناس، بين المواطنين، بين الإنسان. الشعب هو صاحب السلطة التنفيذية، لا يجوز أن يتولى أحد السلطة التنفيذية أو يبقى يوم واحد في ممارسة سلطات تنفيذية بغير تفويض واضح، والتفويض الواضح ليس له أي طريق سوى صندوق اقتراع. كل الوسائل الأخرى التي تدعى هي وسائل كاذبة تدجيلية لا ليس لها من يعني ملامسة الواقع شيء، وليس لها من القبول في مجتمع اليوم لا في البحرين ولا خارج البحرين شيء. ما أحد يستطيع أن يدعي أنه ولد ويجب أن يكون رئيس وزراء وأنه يجب أن يستمر في منصب رئيس الوزراء حتى يأتي إسرائيل، ما له علاقة، هذا لا يمكن ادعاءه في هذا اليوم. اليوم فقط طريق واحد، هناك إرادة شعبية وتفويض شعبي وانتخاب شعبي، وإلا ما يكون عندك شرعية سياسية شعبية تفتقدها. فكل البطش الذي تقومون به وتستمرون فيه أنتم تجدون نتائج عكسية له، على مستوى الداخل نتائج عكسية. هذه الجماهير التي تتواجد في الساحات في كل مكان، هذه الآن تواجد محدود، هناك تواجدات أخرى في مكانات أخرى. تواجد الكبير في يوم الجمعة الماضية والذي فاق مئات الآلاف من الناس هي مؤشر بأن كل هذا القمع والبطش والتدجيل والالتفاف ليس له من نتيجة. والحديث الذي أيضا صدر اليوم عن مسألة المسيرات ومحاولة منع المسيرات لأن فيها بعض الصدامات التي تحدث، واضح أن الصدام الذي حدث في المسيرة الأخيرة حدث على بعد كيلومترين من انطلاق المسيرة وخط مسيرة، يعني المسيرة انطلقت من دوار الشاخورة وحدث صدام مع بعض الشباب في قرية القدم بين هذا وهذا في كيلومترين،
وهذا الصدام المحدود اللي حدث يحدث الآن في الليلة الآن موجود في 40 منطقة، في 40 منطقة، فما علاقة. ولكن يبدو هذا الملحمة الشعبية لم يستطع أن النظام مذهول من هذه الملحمة الشعبية، فيحاول بطرق مختلفة أن يقف لمنع هذا التعبير الشعبي السلمي المذهل. أبائي أباء الشهداء، أعزيكم في شهدائكم أبنائكم، وأعزيكم لهذا الفقد وحرقة الفقد وألم الفقد. فهؤلاء الأحبة في غالبيتهم في ريعان الشباب، وكنتم تأملون أن تتعكزوا عليهم في بقية حياتكم في الدنيا. الابن عزيز، البنت عزيزة، وأيضا الإنسان بطبيعته يعني يتكئ على أبنائه، وهؤلاء أبناء بررة دائما سيرتهم كانت مع آبائهم الحنونين العطوفين. أعزيكم في هذا، ومن جانب آخر أبارك لكم. صحيح فقدتم اتكائكم عليهم في الدنيا، وأسأل الله أن يعوضكم بإخوتهم وأخواتهم وبأهاليكم وبتعاطف الناس ومحبة الناس، ولكنكم كسبتم في الجانب الآخر من يأخذ بأيديكم على الصراط يوم القيامة، وهذا كسب لا يدانيه كسب، وفوز لا يجاريه. علي بن أبي طالب على كل ما عنده لما ضمن الآخرة، وهو ضامن الآخرة منذ إسلامه، ولكن وتبشير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لما نال الشهادة قال فزت ورب الكعبة. متى نطق علي بن أبي طالب؟ ابن أبي طالب سنام الإنسانية، بعد رسول الله لا أحد يداني. فزت ورب الكعبة لما نال شرف الشهادة. أبناءكم التحقوا بهذا المعنى مع الأنبياء الصديقين الشهداء، هناك يأخذونكم، يأخذون آبائهم أمهاتهم إخوانهم من يشفعون فيهم، يأخذونكم بإذن الله إلى النعيم وإلى الرضوان. تعالوا أيها الآباء والأمهات نتعاون مع بعضنا البعض لتحقيق مجموعة من الأهداف فيما يتعلق بملف الشهداء. الهدف الأول إبراز قضية الشهداء باستمرار. جزاكم الله خير، الإحياء الذكرى السنوية إلى الشهداء، طباعة صورهم، توزيع هذه الصور، نحتاج أن نتوسع أكثر في كتابة سيرتهم، في إبرازهم في وسائل الإعلام المختلفة، في إبراز جهودهم في الثورة، في إبراز جهودهم في خدمة المجتمع. لازلنا نحتاج نعطي بعض العطاء في هذا الاتجاه. الهدف الآخر، هناك حاجة للعدالة، حاجة للمصالحة الوطنية، حاجة إلى عدم تكرار هذه الجرائم، أن يعاقب ويجلب للعدالة من قام بقتل أحد أبناء هذا الوطن بدون وجه حق. كيف يتحقق ذلك؟ يتحقق في محاكم عادلة، ليست هي القائمة اليوم، أشار إليها السيد بسيوني وقال نحتاج إلى محاكمة خاصة، محكمة خاصة يتم التوافق عليها للنظر في القضايا المتعلقة بالأحداث بالثورة، وعلى رأس هذه القضايا التي تتعلق فيها المحاكمات هي مسألة الشهداء ومن قتل الشهداء وما هي ظروف هذا القتل، وتصدر الأحكام بناء على محكمة عادلة يسمع فيها إلى المظلوم وإلى الشهداء وإلى الضحايا وأسر الشهداء، ويسمع فيها إلى المتهم بعملية القتل. بس يوني عندما إجا وفقا إلى المعايير البسيطة الإنسانية والدولية قال لا، هذا قتل من 5 متر، إطلاق رصاص من 5 متر، مع عدم وجود حاجة إلى مسألة إطلاق هذا الرصاص، هذا إطلاق بقصد القتل، هذا مجرم،
هذا استخدام مفرط للقوة، هذا استخدام مفرط للقوة، ما في حاجة إلى. وكثير من القضايا التي عالجها بعدين القضايا طبعا تضاعفت، صارت أعداد أكبر وأكبر. إذا لم تتأتى هذه المحكمة اليوم أو غدا في البحرين، علينا أن نتعاون في أن ننقل هذه القضايا إلى ما يمكن فتحها من محاكم في البعد الدولي. ما نعرف لحد الآن، نحتاج نبذل المزيد من الجهد في هذا الاتجاه. بعض المحاكم الدولية يمكن أن تقبل أن تفتح قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، تتعلق بجريمة مثل جريمة التعذيب، تتعلق بجرائم ضد الإنسانية. فعلينا أن نحن نسعى وأن نبذل جهدنا، نحن الضحايا في داخل البحرين في خارج البحرين، هذا أحد الأهداف. نحن لا نريد أكثر من العدالة، لا نريد أن نظلم أحد. والعدالة أيضا يعني عدالة السماء سنتركها لله سبحانه وتعالى، وما احنا قلقين، هذا الله سبحانه وتعالى سيأخذ وسينتقم للشهداء ولدمائهم وللمظلومين، وما عندنا قلق، عدالة الله ستتحقق. نريد هذه العدالة التي تضمنها العدالة النسبية التي تتحقق من خلال المعايير الدولية، نريد محاكمة على ضوء المعايير الدولية، إلى حق التظاهر، إلى حق الاعتصام، إلى حق الشرطة في استخدام القوة، ونريد محاكمة على هذا الأساس وتصدر. علينا أن نعمل مع بعضنا البعض من أجل بلوغ هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم إلى محاكم عادلة، من أجل أن ينالوا جرائم ما ارتكبوا. نحتاج أن نتعاون أكثر في موضوع التعليم بالنسبة إلى أسر الشهداء وأبناء الشهداء. نريد أن لا يعاني أحد من أسر الشهداء نتيجة لفقد العائل من ضياع فرصة التعليم إلى الأبناء. الأخ الذي كان يعول أن لا تضيع فرص التعليم على الإخوة. إحنا الآن نشبك قضيتين مع بعض، قضية الشهداء وحقوقهم الخاصة وقضية أبناء هذا البلد الذي يحارب في التعليم ويراد أن يجهل بأكبر قدر ممكن من التجهيل. علينا هني أولوية أبناء الشهداء وأسر الشهداء أن يتوفر عملية التعليم لهم. نريد أن نتعاون في ذلك، ونريد أن نؤدي واجبنا كمجتمع يحتضن الشهادة ويحتضن الفداء والعطاء، كما سائر الاحتياجات إلى أسر الشهداء الكرام، وفي مقدمتها الاحتياج المعنوي للاحتضان الشعبي. يعني واجب علينا أحبائي، الآن أسر الشهداء في قبالي، ولكن من يصله صوتي من أبناء هذا الشعب الكريم، واجب علينا احترامهم، تبجيلهم، تقديرهم. هذه أسرة اختار الله سبحانه وتعالى منها من أعطاه شرف الشهادة، ومن جعل من دمائه تعبيد إلى طريق حريتنا وكرامتنا وحقوقنا. فواجب علينا كمجتمع التبجيل والاحترام وإعطائهم حقوقهم المعنوية قبل حقوقهم المادية التي يستحقون. سأدخل على موضوع قبل أن أكمل هذا الموضوع لأتضامن ونتضامن، بالإضافة إلى وقفتنا التضامنية مع الحاج أحمد الموالي ومع الحاج إسماعيل والد الشهيد أحمد، أيضا نقف تضامنا في الذكرى السنوية الأولى لاعتقال الكادر الطبي، ممثل في 20 طبيب في قضايا الجنح و20 طبيب في قضايا الأخرى جنايات، والذي أصروا بالرغم من كل الضغط الدولي وبالرغم من كل الوضوح في هذه القضية بأن هؤلاء يجب أن يكرموا، مو يعتقلوا، هذا يجب أن يكرموا. من يعتقل، من يجب أن يعتقل من قتل، مو من عالج، مو من جعل عدد الشهداء بدل ما يكونون 6 في يوم الخميس الدامي أول مرة أو 4، هذا لين جعلوهم بدل ما يكونون يعني 10 جعلوهم 4، وإلا الرصاص اللي أطلقتوه لو ما موجود هؤلاء كانوا يضغطون بأنفسهم وكانوا يتحملون وكانوا
يواصلون عمل الليل بالنهار كان عندنا عدد أكبر من الشهداء، عندنا عدد أكبر من الجرحى التي تتحول إعاقاتهم إلى إعاقات دائمة. هؤلاء يجب أن يكرموا وليس يأخذون ويوضعون خلف القضبان. ولكنكم بذلك، وهنا أدمج الموضوعين، في قضايا يمكن أن تنطلي على العالم، يعني قضية اعتقال شاب عمره 17 سنة، عمره 20 سنة، تقول تتهمه حتى لو ظلما، الله هذا سد الشارع، هذا حرق إطار، هذا فلت حجر، هذا رمى مولوتوف. بس ما شو تقول عن دكتور علي الأكري؟ دكتور علي الأكري شو مفجر قنبلة في السلمانية؟ شو تقول في والد الشهيد أحمد الموالي؟ ما تقل إن هذا الرجال عمره 60 سنة؟ ليش؟ شو تهمته؟ ما تقل إنه شو تهمته؟ عامل الكاميرا اللي عنده؟ أو رايح يأبن ابنه في الجبانة، أو يأبن ابنه في عراد، أو يطالب بحقوقه وحقوق أبناءه؟ شنو جريمته؟ تعال قول للعالم شنو جرمه. ما يقدر عليك، وسيستمر الدكتاتورية تستمر في ممارسة، لأن هذه وسيلتها الدكتاتورية مرفوضة، فتبقى وسيلتها محاولة استخدام العصا والبطش من أجل إخافتنا. بعد ما كسرنا إحنا الخوف وقلنا إحنا ما إحنا خايفين، سقطت. بقى الزمن الآن، الزمن والظروف الإقليمية متى تتواتى يتحقق سقوط الدكتاتورية لصالح الحرية والديمقراطية. بقى صبرنا وصمودنا، صبرنا وصمودنا واستمرارنا، وإلا إن شاء الله النتيجة بإذن الله هي واضحة المعالم. هؤلاء دكتور علي، الحاج أحمد، الحاج إسماعيل، دكتور إبراهيم الدمستاني، المسعف إبراهيم، والد شهيد أيضا، والد فقيد، هؤلاء يعرون دعاوي النظام، يعرون دعاوي النظام. شوفوا أحد نتائج هؤلاء. اليوم ما تحتاج اليوم ما تحتاج أن تقنع 47 دولة سوى إلى عمل أيام قليلة حتى يقولون نحن ندين هذا النظام في 1 2 3 4 5 6 7 47 دولة. اليوم ما تحتاج اللي يتبرع لك برلماني في البرلمان الأوروبي أو في أي برلمان من برلمانات العالم ويقول والله أنا بطرح عليكم قضية شعب البحرين الذي يطالب بالديمقراطية، وإيش اللي يخلي هذا الناس تقتنع؟ أمثال هؤلاء، أمثال اعتقال آباء الشهداء، اعتقال الأطباء، اعتقال المحامين، اعتقال الرموز السياسية المناضلة. هذا اللي يخلي العالم يقتنع بأن هنا نظام دكتاتوري يقمع هذا الشعب. وكل ما كان في الطرف الآخر كمار سن مسالمين، هذا يزيد فضيحة النظام ويعري. جزاكم الله خير أباء الشهداء وأسر الشهداء جميعا، جزاكم الله خير، الله سبحانه وتعالى اختار منكم وقدمتم أبناءكم، وجزاكم الله ألف خير على تواجدكم في الساحات. ولكن بالرغم من ذلك في هذه الدنيا حملتم مسؤولية، حملتم مسؤولية، ويبدو أن سأتجرأ وليس لنا ولكم إلا إكمالها. ما نقدر، أنت لم تعد اليوم شخص عادي تأخذ روحك وتروح البيت وتقول والله أنا بروح الشغل وبرجع من الشغل، وهي المسيرة ما نرايح، وهي الاعتصام ما نرايح، وهي المطالب ما عاد. ليش ما عاد؟ وأنا قدمت وأنا عطيت، صحيح قدمت وعطيت، ولن يستطيع أحد أن يكافئك إلا الله، ولكنكم أصبحتم اليوم رموز لهذا الشعب. أنتم مثل هذا المتحدث إذا كان أحد ينظر إليه بشيء من الاحترام ويطالب بالعمل ويطالب لأنه يشكل شيء إلى الناس، أنتم اليوم بنفس الطريقة تطالبون لأنكم تشكلون روح الناس، عزيمة الناس. اليوم إذا يشوفونكم الناس في المحافل يتغذون منكم العزيمة. هاي 200,000 مو نزلت لي ولا غيري، نزلت لكم أنتم لدماء أبنائكم، لأن أنتم موجودين، لأن أنتم يشوفونكم في الساحات.
اعتقال هذا ليس من أجل أن يكسرونكم، من أجل أن يكسرون من خلفكم أعداد من الناس، ولكن تواجدكم هو الذي يرد الصاع صاعين. تواجدكم في الساحات وإصراركم على سلميتكم وإصراركم في الحضور، أنتم أحد عناصر هذا الصراع نحو الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في هذا البلد. نسأل الله الفرج إلى آباء الشهداء وسائر المعتقلين والرموز. سيخرجون بإذن الله مرفوعين الرأس ومنتصرين. في سجنهم يحرجون النظام، وخارج سجنهم يحرجون النظام ويفضحون النظام. جزاهم الله خير الجزاء، وإن شاء الله نحتفل ونلتقي معهم تحت رايات العزة والنصر من الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته.